السلام عليكم شباب جريد 5 نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم بالدعاء لأهلنا وأخواتنا في غزة وفلسطين بالنصرة والغلبة إن شاء الله ومن أراد بهم سوءا يا رب فاجعل تدبيره تدميره دعواتنا ليهم ونبدأ بالصلاة والسلام على رسولنا الكريم هنحل إن شاء الله النهارده مع بعض اسسمنت نمبر 17 تيل 3 آند 4 unit 4 في نمبر 1 بيقول لي رايت the division equation That matches the multiplication problem. يعني هو جايب لك عملية multiply وعايزك تقلبها division. طيب، تعالوا نشوف مع بعض كده. احنا طبعاً محتاجين أول حاجة ال dividend اللي هو ده 3432 divided by اللي هو الديفايزر divisor 24، وبعدين نكتب الكوشنت اللي هو الناتج بتاعك فوق 143. في نمبر 2 أو letter b 2950 25 ده كده الديفيدند وده الديفايزر عايزين الكوشنت اللي هو 180 لتر سي 1664 divided by 16 والكوشنت بتاعنا اللي هو 104 كده انا عملت ديفيجن ايكويشن نمبر 2 بيقول لك ديفايد يوزنج ذا ستاندرد الجوريزم فور ديفيجن letter ايه 535 divided باي 25 divided باي 25 يبقى نجيب التبل بتاع ال 25 ونشوف اول تو نمبرز اللي هو 53 اقرب حاجه ل 53 هتلاقيها عندك اللي هي ال 50 ونكتب فوق 2 بعدين نعمل عملية سبتراكت 3 ماينس 0 3 بعدين ننزل ال 5 أقرب حاجة لل 35 اللي هي 25 نكتب 25 ونكتب فوق 1 هتلاقي إن في ريميندر 10 يبقى الفاينل أنسر بتاعك اللي هو الكوشنت 21 والريميندر 10 نشيل بقى التيبل بتاعنا ده مش عايزينه عايزين التيبل بقى بتاع في لتر بي 8004 اوفر 46 يبقى عايزين التيبل بتاع ال 46 جاهزين بالتيبل ناخد اول تو نمبرز اللي هم ال 80 فين ال 80 اقرب حاجه لل 80 مفيش غير ال 46 ونكتب فوق 1 بعدين نعمل عمليه سبتراكتنج 0 6 طبعا ما ينفعش تبقى دي 10 وال 8 دي تبقى 7 8 6 تبقى 4 و 7 4 تبقى 3 على بقى عشان ايه نكبر الفونت بتاعنا كده ده كده 1 بعد كده هننزل النمبر اللي عليه الدور اللي هو الزيرو اقرب حاجه ل 340 هنلاقيها 322 ونعمل عمليه سبتراكتينج 0 2 ما تنفعش تبقى دي 10 وال4 تبقى 3

تعالى بقى التابل ده. ونشوف تابل الفورتين. عشان اللي بعدها وان سوزن فور فورتين. فورتين اكوال فورتين فورتين. بعد كده خلاص كده زيرو. نزل النمبر اللي عليه الدور وان. اقرب حاجة للوان في التابل هتلاقيها الزيرو. يبقى تكتب فوق زيرو. وتنزل بعدها النمبر اللي بعديه اللي هو 4 14 divided by 14 equal 1 يبقى 101 1 في طلبة كتير بتغلط وتنسى ال 1 فالفاينل انسر بتاعك 101 and 1 خلاص كده التيبل ده مش محتاجينه نمبر 3 بيقول لي تشوز ذا كوريكت انسر letter A the division equation that matches 113 times 24 equal 2712 يبقى لازم الديفيدند يبقى ده ديفايدد باي 24 ايكوال 113 او العكس ديفايدد باي 113 ايكوال 24 طب نشوف اهو الموجود معانا هي الليتر دي اهي اللي احنا كتبناها بالظبط ليتر بي 1001 اند 1 تايمز 25 ادي 1001 اند 1 تايمز 25 5 تايمز 1 5 5 تايمز 0 0 5 تايمز 0 0

Seventeen hundreds equal seventeen thousand five hundred and thirty-four and seventeen hundreds. Type seventeen hundreds 534 Aye. Father like seventeen thousand. Finish seventeen thousand lehield. Letter D by the three and six tenses plus five and four hundred and eleven thousands. And three six. one yens. the one yens, four plus six equals ten. Zero and carry up one. One plus five, six. Six plus three, nine. We we'll add I Our point. The nine and the eleven thousand. thousandths. Literally 500 five, five hundred and five hundreds, Five hundred. The Five hundredths. five after two. point after two numbers.

الليتر بي ديفيجن ده هنشتغله من غير تيبل لانه في بعض الطلبه بتحب تشتغل من غير ما نعمل حركه التيبل دي هناخد اول تو نمبرز 39 اقرب حاجه لل 39 في تيبل 35 اكيد هي 35 وهنا 1 لانك لو عملت التو تو 2 تايمز 35 ايكوال 70 فالموضوع هي... هيكبر منك شويه 9 5 تبقى 4 ودي 0 خلاص مالهاش لازمه بعد ننزل التو 2 احنا قلنا عشان يعني ايه للطلبه اللي مش فاهمه من غير التيبل دي 42 يبقى نختار برضه ال 35 ونكتب فوق 1 وبعدين نعمل عمليه سبتراكتنج 42 35 اللي هي يوكال 7 فهي ننزل ال 1 71 اقرب حاجه ليها اللي هي ال 70 ونكتب فوق 2 يبقى نعمل عمليه سبتراكتنج اللي هي 1 يبقى 100 و12 والريميندر 1 ليتر سي عايز عمليه اديشن

ليتر دي عملية subtracting أو subtraction حط البوينت تحت البوينت بعدين أدي فور three بعدين أدي one four حط هنا زيرو نعمل عملية subtraction zero minus four ما ينفعش يبقى لازم نعمل regrouping نعمل استلاف تبقى zero دي ten و six دي five ten minus four six five minus one, four. حط البوينت four minus four zero.

طيب احنا طبعا لازم نخلي الـ Variable في سايد الواحدة والنمبرز في سايد الواحدة فهناخد البوزيتيف ده نوديه هناك بالنجاتيف تبقى 4 and 12 hundredths minus 2 and 14 hundreds ونعمل عملية سبتراكشن بقى ادي ال 4 و ادي ال 2 2 minus 4 ما تنفعش تبقى 2 d 12 ال 1 0 12 minus 4 8 0 minus 1 ما تنفعش تبقى d 10 و d 3

البوينت تحت البوينت ونكتب هنا 3 ونكتب هنا 2 ادي 2 تنزل 2 plus 0 2 نحط البوينت 7 plus 3 يكوال 10 يبقى 10 and 22 hundreds وبكده يا شباب يكون انتهى الكوميليتيف اسسمنت نمبر 17 نلتقي ان شاء الله في كوميليتيف اسسمنت نمبر 18 اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو للاستفاده الاكبر واكبر ما تنسوش تتواصلوا على رقم الواتساب عشان تسعى على السيشنز اون اللي ظهرت بكل تفاصيلها ما تنسوش يا شباب ان السيشن دي سعرها بيبقى لطالب واحد فقط مش جروب او مجموعه لا هو طالب واحد فقط تعتبر برايفت سيشن او مش تعتبر هي فعلا برايفت سيشن فدي بيبقى فيها استفاده كبيره جدا لان كل المعلومات منصبه عليك انت كل الاسئله منصبه ليك انت فقط انت اللي تسال ممكن تجمع حاجات واقفه معاك في الماس وتسال فيها فليك كامل الحريه ان انا نشتغل اللي انت حابه مش فرض عليك ان احنا نشتغل معين او يونت معينه لا انت بتحدد قبل ما نبدا يا مستر انا واقف معايا كذا وكذا وكذا وعايز اعمل سيشن مجمعه كده اشوف فيها كل اللي ناقصني فده هيفيدك جدا تجربه هتستفيد منها جدا ولو ما استفدتش انت هتكون دفعت ثمن سيشن واحده فقط تلاقيها 25 جنيه وانا اوعدك انك كده ان شاء الله كده كده هتستفيد فالموضوع هيفرق معاك جدا وخاصه في وقت المراجعه والامتحانات يعني ما تفوتش الفرصه طبعا يا شباب دعواتكم ودعمكم باللايك والشير والسبسكرايب وشير في كل مكان في الجروبات مع اصحابك ودعمكم بالكومنتات الإيجابية بيفرق جدا لأن الكومنتات دي هي الحافز اللي بيحركنا ونقوم نعمل فيديو جديد ونكمل في السلسلة ونحكي ونحاول نعمل محتوى كامل مجاني يفيدكم فما تنسوناش يا شباب وأتمنى لكم في الأخير كل توفيق وشكرا وسلام الله عليكم